كيفك الأحوال؟ لكن الحمد لله الحمد لله. جاوم؟ لا صار له فترة هون. ولا معنى خبر. كيف الأشغال يا الياس؟ والله إذا بدي أقول لك ربع شغل. بس بنشكر الله على الصحة يا مان. أكيد أكيد نشكر الله على كل شيء. هلا أنتوا أكثر شيء تأثرتوا بالحرب بسوريا، من وقت حرب بسوريا وخف الشغل. وهلا زادت بس بلشت الحرب تبع فلسطين. كمان. يلا إن شاء الله. إن شاء الله بتخلص قريبا. حرب فلسطين يعني. يسلموا. أهلا وسهلا. كلوزر طبعا حروية. بلا أنت كلوزر. هلا اليوم. بس تسمع الناس هون في دار وهون في دار ما بعود حدا يطلع انت بعرف كيف؟ صح حدا يجي اليوم كثير خفيف شوي كثير بتحبي زايد عمو؟ كيف مرقوا هالستين سنة بهال بهالمصلحة يا الياس؟ بهالمصلحة والله معلمينا بدها زغرة فيك تعدلنا واحد منهم أنا كتير ما حسينا لأنه معلمين الخسر عين تهي تفضل يا يحيى يا عيب الشوم اهلا وسهلا هلا فيك بتحب شي خيارة شي معهم استاذ؟ يا استاذ بتحبك حط لك خيارة؟ الياس بدي عزبك بساندويش قريشي قريشي وعسل قريشي وعسل من عيوني اكلنا لبني هلا بدنا نتحلى من عيوني ان شاء الله طول ايامك حلوة يا الله يخليك ان شاء الله طول ايامك حلوة أي ساعة عم تجي على الشغل؟ والله يا صاحبي الساعة 5 بكون هون، 4:30 بطلع من البيت، 5 بكون هون. ولأي ساعة بتضل؟ وبتضل لنسكر، 7:30 2 هيك شيء. اها. بعدني عم أقول لك أنا كنت حاسب هالمصلحة كأنه إلي. إيه. لأنه بلا زغرة فيك معي هالعينتين ولا أكب الله يخليكم لبعض الحمد لله الحمد لله هيدي قريشي بالعسل اهلا اهلا علي اهلا صباح النور تعالوا اشربوا قهوة يلا يلا الحمد لله بعدنا ماشيين اكيد اكيد ما عاد فينا غير اهم شيء الصحة ايه الحمد لله ما عاد فينا غير 60 سنة بهالمحل ها؟ ايه من عمره من عمر المحل بس قبل اهلين ايام عز كانت ها؟ يعني بدك تقول ايام مهرجانات بعلبك كان يمروا لعندكم لهون ايام مهرجانات بعلبك ذكرتني هلا كنا ننطرهم يسلموا ننطرهم ليجوا من بعلبك بالراجعه اي ساعه؟ شي 3-4 الصبح؟ يجوا الساعه 12 كله من هون اثنين بيطلع النام ساعتين او ثلاث نام عند معلمي فوق انا بس الربش على البيت نام هون هيدا بالصيف ها؟ ايه هاي بالصيف ست فيروز كانت تجي لهون مثلا؟ بالصيف تجي؟ لا خمسة لا ست فيروز كانت تيجي تاكل فيروز كله والله وعاصي كله ما فيش حدا لك هذه صورة هونيك أهلا بالشباب عم تقول عامل من حضرتك ايه كلهم صورة مع بديعة مصابني وكلهم هلا بصور هلا بنشوف هلا بنشوفها لكن كانت تيجي لهون ياكل شو ياكل لبنه وجبنه هن مرقين على السندويشات يلا تيجي بالمحل هون هونيك لبنه وجبنه وعيش وعسل
حالهم. ايه كله كان. بتزعل على هذيك الايام اللي راحت؟ ايه كثير. لانه ما رجع من صارت اسوء الامور. كرمال الأمارة. للاسف. بنقول شوي احلى شوي احلى شوي احلى شوي احلى لا بس هلا صرنا على السفر. ثم هيدا الحرب اللي جاي على السفر. صح. السفر على السفر. ان شاء الله بنرجع. والله طول لي عمرك ان شاء الله بنرجع بس بعدنا عم نقول الناس لما تسمع عم يجقع عزايف هون وهون بالاخص بالبقاع ما بعود حدا يطلع عند اهله. امبارح كان في غاربه بعلبك بالبيت. ايه ما بعرف كيف بده يجوا هون الناس اللي عند اهله. صح. بيجوا يشموا الهواء وبيجوا يتفرجوا على القلعه وهي ما عاد حدا طلع. انا ودي قديم للاسف. يلا ان شاء الله المستقبل احسن. ان شاء الله يا رب. امين. الله ان شاء الله الجيل الجاي يكون ايامه منيح ان شاء الله. ان شاء الله انا كنا اجى هاد جيل صغير بطلب له بقول له ان شاء الله يكون بدنا نقول له بدنا ينتبهوا على البلد ما يخربوها مثل ما. الجيل اللي قبله اللي قبله اللي قبله مش اللي قبله بدنا عندك هودي اللي موجودين هلا مش هودي حراميه ايه حراميه من الاخر ما سائل مثل واحد عنده قطيع وما سائل عنه بياكل ما بياكل مش فارق معه المهم هو ياكل بس يجوع بيحلم بياكل بس يجوع بيذبح وبياكل هن عاملين فينا هيك ذات الشك نحن بناكل او كيفنا ما ناكل مش كان عندنا وانيني قالوا موظفين البنك عندنا جير تايم مخبينهم لاخرتنا بالبنك راح قدم السلام نعم للاسف شو طار بإيدنا؟ تعال نضيفك قهوة تعال فنجان صغير عم قياس ابني عيوني انت معك حدا؟ معي بس ما فيش مبار حظي 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 احنا منا ضيف كل الناس كرمالك تسلم تسلم الله يخليك الله تضل تسلطنك الله يبارك فيك بيقولوا لي بعت لك الدكتور اللي اسمه عدو صار ياخذ من عندك لبني مظبوط ايه سالني هذيك النهار عندك قلت له والله لبني كنازي هبلته الناس بدل ما ياخذ صار بتحسب الطلعه